الترامادول من المواد الخاضعة للرقابة، ويستخدم بحذر شديد في الأغراض الطبية كمسكن أفيوني. ولأن الترامادول عقار خطير جداً على الصحة، فهو مسجل كمخدر في جميع دول العالم، ولا يصرف إلا بوصفة طبية. ويؤدي تعاطي الترامادول غير المراقب طبياً لمخاطر، من أبرزها الإدمان، التأثير المباشر على المستقبلات العصبية، إيقاف الإفراز الطبيعي لمادة الأندورفين التي تسكن الألم، وبالتالي يعاني المتعاطي من الشعور بالألم الكبير لأضعف الأسباب، الاكتئاب على المستوى الطويل، والوسواس القهري، العصبية والتوتر وقلة النوم، فقدان الشهية ونقص الوزن بشكل ملحوظ، آلام متكررة في المعدة والجهاز الهضمي، ارتفاع نسبة السكر في الدم، الغثيان المستمر والدوار، ضيق التنفس والارتعاش، هبوط في الجهاز العصبي، العمى المؤقت، توقف القلب المفاجئ. ومن صفات متعاطي الترامادول الكذب، العزلة، عدم الاهتمام بالعائلة، سوء المظهر، التغير المفاجئ في المزاج، الشعور بالمراقبة، اضطرابات الشخصية. نهاية الأمر يقود تعاطي الترامادول إلى الصرع والتشنج، فالفشل الكلوي والكبدي، ثم الوفاة.